هذه آخر كلمات ايه كلمة هذه مش مرحومة. هضرت ايه طيب ايه بعد ما دفنتها، بعد ما دفنتوها، كيفاش كانت الأوضاع؟ يعني كيفاش استقبلتوا هذيك الصدمة الله يا اخويا إنه ما يوسف، كاش أسيا؟ الله لا يعيشها المؤمن، الله لا يعيشها المؤمن. حالة ما هيش سهلة، ما هيش بالسهل. خلاص 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 خلاص، واعرة واعرة واعرة. لا قد ما نحكيه لك، ما قد ما نحكيه لك ما تحسش بها كيما حس بها أنايا. راهي واعرة، شبه تدخل للدار، تجي داخل الدار تفك الباب، تجي بنتك تجري بابا بابا با با تعيط عليك، تجي داخل الدار تخش تلقى غير الحيوط صاور تاعها. مش بالسهل، الله ما يسهله. واعر اخويا يوسف، كنت في حيط، كنت في حيط، كيت روحي. انا لجأت للعداله، ما عنديش حاجه راح نديرها، ما نقدر ندير والو، ما يروحش حقي. رحت للعداله. طيب جزاك الله خير. 8 ايام، الله لا يعيشها المؤمن. 8 ايام كحله سوداء. لو كان خيروك بين المولوده تزيد وبين اسيا تعيش، يعني مرات الاطباء يسقسوا يقولوا له اسكن نسلكوا الطفل ولا نسلكوا الام؟ والاب يعني قلب الاب انا نعرفه كيفاش يدير، يعني عينه على ام اولاده وقلبه على مولوده الجاي. يعني هل هذا السؤال سهل عليك؟ مش سهل، بصح ما عندكش اختيار، تختار الام. ما عندكش اختيار خلاف، تختار الام. هي خلف ربي عليك، فهمت؟ ما تقدرش تختار المولود. انا نعيش بها، نرقد بها، من نوض بها، ما راحتش من بالي خلاص، ما والو، ما نسيتهاش. ولو كان دقيقة نخدم هي في راسي، نرقد بها، نوض بها، ما قدرتش. ثم هكا كي راني معاك يوسف، راني هكا وكي قاعد نهضر معاك وكي قاعد نجاوب فيك. راني فاهم بلي ماشي سهل عليك انه هذا. مش سهلة، مش سهلة. الله راني قلت نقول لك، الله 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 يعيشها المؤمن، الله لا يعيشها المؤمن. بيسكي ماشي حاجة بالسهل، الناس كاين اللي تهبل.